الو، مين معي؟ سمر؟ سمر مين؟ سمر بنت دورية ديب، عمتي. يا ترى ممكن اعرف ايه اللي اولاني شرف المكالمة دي؟ انا عايزة اقابلك ضروري. ايوه، ما انا عارفة ان انت قابلتي ماما وما وصلتيش معاها الحقيقة. انا مش هاخد من وقتك كتير، بس من فضلك اسمعيني. لا، مش هينفع في التليفون. من فضلك بس وافقي ان انت تشوفيني، انا عايزاكي فعلا ضروري. ماله، نتقابل يا ست سمر. يعني هي كانت جت عليكي؟ بس اسمعي، لو هتيجي تسمعيني نفس الكلمتين اللي والدتك سمعتهم لي قبل كده، يبقى يا ريت توفري زيارتك احسن وقتك. اما لو عندك جديد فاهلا وسهلا، هستناكي بكره عندي في المجموعه. اظن ان انتي عارفه العنوان. اوكي، باي باي. من حق، سلمي لي على درية هانم الديب. باي.